السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام في سركم، المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، انا اسفة جدا، اسفة جدا بجد، اسفة جدا، سامحوني سامحوني. اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، حطي لايك. ايوه حطي لايك واشترك في القناة علشان كل فيديو جديد انزله تليفوناتكم تلعلط 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 زي ما هتشوفوا اللعلطة اللي انا قاعدة فيها دلوقتي. النهاردة هوريكم الروتين، مش تنظيف المجلس، روتين ترتيب بقى شنط السفر لما برجع بعمل ايه، والمنظر الجميل اللي حواليا ده. ايه الو الو الو، ارجع ارجع ارجع، خلينا في الحتة الرايقة دي. ايه رأيكم في المنظر؟ نبدأ منين؟ نبدأ منين؟ اقول لكم بقى نبدأ منين. احنا هنبدأ وخلاص، اصل المجلس ده لازم يتعمل. المجلس، الصالون، الصالون، اوضه الجلوس، اوضه الجلوس، هي فعلا بقى اسمها اوضه الجلوس. يلا بينا يلا بينا، هحطك بقى على الستاند بقى وكده. اقعدي على الستاند اهو، احنا على الستاند اهو. ايه مرتاحه كده؟ انزلي يا بنتي، انزلي، نطي في الشنطه، نطي في الشنطه. المنظر اللي انتوا شايفينه ده ولا مؤاخذة، ها ولا مؤاخذة، من ساعة ما جيت من السفر عملت الشنط، عملتها دولاب، دواليب دواليب دواليب، كل محتاج حاجة اروح اجيب من الشنطة واطلع، على اساس بقى مفيش حد قاعد في المجلس وكده يعني. عارفين لما الاقي حد جاي لي اللي هو انا مضطرة ابقى ست بيت غصب عني. هنبدأ منين؟ هنبدأ منين؟ وأنا ما بعيطش، والله ما بعيط. أنا لابسة عباية رهف مبدئيا يعني تمام. بصي يا حبيبتي، ما تقوليليش امسكي شنطة شنطة، ما تقوليليش امسكي شنطة شنطة وكل شنطة تفديها وتطبقي اللي فيها تشيلي الشنطة وكده يعني. لا يا ماما، الكلام ده عندنا ما ينفعش، احنا مش بتوع الكلام ده، اصل هي كده هتبقى تعب مضاعف. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هو هرم كبير، هرم هرم، انا هفضي كل الشنط في مكان واحد، مضطره، اصل ملهاش حل الا كده. ده ايه؟ كيس اكياس، كيس اكياس. يا رب يا رب يا رب شنطه المدرسه هنا. ملناش دعوة بيها، ملناش دعوة بيها، نجيب بقى كل الهدوم وهنجمعها هنا. لا هفضي الترابيزة دي الأول عشان كل ما اطبق حاجة هحطها عليها. نفسي أتخلص من أم الكمبيوتر ده بجد بجد، بكرهه. ادي الطبعة، طبعا ده مكانها اساسا. هدوم هدوم هدوم، عايزة اقول لكم ان انا اكتر من ده سبته هناك في مصر. شفتوا رمية الشنطة دي؟ رمية فظيعة، رمية عملاقة، مش بتاعت اي حد يعني. ايوه السعي كده بقى عشان ايه نبدا الشغل الصح. اقعدي يا شابه بقى عشان ايه تطبقي، طبقي طبقي يا حبيبتي. خلينا نمسح الترابيزه الاول، لان كده لو انا حطيت الهدوم عليها وهي بالمنظر ده هبقى ضيعت تعبي على الفاضي. واميز حاجه في الموضوع طبعا ان كان نص الهدوم يعني هي متطبقه اصلا، فاننا عدلناها بس يعني، فده كان احسن حاجه وشالت شويه من على التعب. نشوف كده البنطلونات والحاجات دي، المقاسات يعني نصنف الحاجه كل حد حاجته لوحدها عشان ما ارجعش افرز من اول وجديد. الحاجات طبعا اللي مش نضيفه نحطها على جنب،
في حاجات كنت مضطره ان انا اجيبها ومفيش وقت ان انا اغسلها هناك اصلا يعني. خلاص بقى نقلب كله امرنا لله. بس حلوه نوع الشنط دي على فكره، انصحكم بيها، بتتحمل، بقى لها معايا كام سنه. بصوا انا مخليه لكم المنظر لحد دلوقتي اللي هو فيه شويه كده من الكآبه، بس في الاخر كل حاجه هتبقى زي الفل وحاجه جميله، فرق شاسع. طبعا اهو اديني شغاله في هدومي وهدوم البنات، اللي بيتفكك يتقفل بسرعه طالما نضيف وكان متطبق اصلا عشان تتمزوز. حطوا لنا لايك بقى حبايب قلبي كده واحنا شغالين. والله ده انا عامله الفيديو ده انا تعبانه جدا. يا ربي لك الحمد، طبقت كل حاجه كانت في الشنط اللي متفتحه وصنفتها، يعني خلاص كل حاجه هنا هتبقى عارفه هي رايحه على انهي ضرفه وبتاعت مين. حاجات مزوز لوحدها ورهف لوحدها وريم لوحدها، سواء بقى ملابس بيت او ملابس خروج او ملابس داخليه، خلاص كل حاجه محطوطه كده راح على مكانها. ودي حاجات هتتعلق، وادي البالونات بتاعت، يعني هنبدا بقى ننظف المجلس. خلاص كل حاجه بقى ترجع على مكانها. والشنط الشنط الشنط الشنط. بصوا يا جماعه دلوقتي لميت كل الهدوم اللي اتطبقت دخلت في الدواليب، وقعدت من شويه عملت معاكم بس مباشر، وربنا بقى يقويني واكمل اللي انا بعمله. انا كده طبعا يعني اصلا المجلس كان نظيف قبل ما نسافر، بس هي الهدوم والكركبه والحاجات اللي طلعت من الشنطه. خلينا بقى نكمل شغلنا. طبعا انا مش يعني مش الكنس هو دلوقتي، بس هاخد قشر اللب اللي هنا ده. هو منه اوراق كلها بقى عايزه تتفرز. يا خبر ابيض، عايز قماشه مبلوله، بس خلينا بقى انزله. خلاص هعمل ايه؟ عايزه اقول لكم الشجره دي تقيله جدا، القاعده بتاعتها مليانه اسمنت فظيع، طبعا ما اقدرش اشيلها اغسلها، هي بتنضف كده على طول اصلا. ونخله حبنا كمان. التكعيبه دي هجاوبكم دلوقتي على انا عاملاها فين عشان اتسالت عليها قبل كده. ننضف البراويز، القماش دي المطرزه، تشيل التراب من على كل حاجة كده بالريشة وبتبقى زي الفل. طيب بالنسبة يا جماعة للتكعيبة اللي على الحيطة دي، كان في بنات سألوني دي منين. دي معمولة في بنقول هنا منجرة، اللي هو يعني مثلا بتروحي للنجار في ورشة وبتطلبي منه ان هو يعمل لك التكعيبة دي. المفروض ان هي بتكون مثلا فاصل، يعني زي مثلا بيقولوا ايه بارتيشن، يعني بين الريسبشن، بتبقى فاصل مثلا كده في الريسبشن
بتقسم ما بين السفره والصالون او الانتريه والصالون يعني. فهي جت معايا بالصدفه ان انا حطيتها كده فطلعت شكلها عجبني الحمد لله يعني. بالنسبه للشجره الكبيره اللي هناك دي انا بعملها بس بالريشه خلاص بتنضف. لو خفيفه كنت شلتها دخلتها تحت الدش على طول، بس هي خلاص نطفت مش محتاجه يعني. وبعدين هي تقيله قوي. معرفش بقى اشيل مخده وانضف وبعدين ارجعها واشيل مخده تانية وكده، لا كله خلاص يترمي على الارض. اصل انتي بداتي تنظيف. 5 ريال، لقيت 5 ريال هصرفها على واحد شيء. ال5 ريال طلعت بتاعت مزوز، بتقول لي انا اللي كنت حتى هنا، هاتي ال5 ريال بتاعتي. طبعا هي شايفاني وانا قاعده كنت بعمل المونتاج بتاع الفيديو، فعارفين حسيت ان انا هتاكل يعني. المخدة دي مش بتاعت الكنب، بس انا حسيت ان الكرسي مش مريح. اكياس اكياس اكياس. خلاص بقى عندي شنطة كام؟ 3-4 شنط بنفس الشكل ده اكياس، بس خليهم هنا على جنب لحد ما اخلص. هدوم هتروح على الغسالة. الستاير يا جماعة كانت مغسولة قبل ما سافر على طول. أكتر بيت في العالم مليان ريموتات، اللي هو تلاقوا حتى ريموت مش بتاع حاجه. المقص ده معرفش ايه اللي جابه معايا. ادي الكاميرا طلعتها بقالي فتره كده ومكسله اشتغل عليها. فتحت الكاميرا اوريكم شويه صور من كنت مصوره عليها. بصوا مش عارفه باينه ولا لا، شايفين الولايه الغلبانه دي؟ فنانة فنانة فنانة. دي طبعا المناديل المبللة اللي بتبقى بدون صابون، عمالة اشيلها من مكان احطها في مكان ولا بنستعملها ولا اي حاجة، فبقوم مسحة بيها الترابيزات كأني مثلا ببل الترابيزة وفي نفس الوقت ريحتها حلوة، وارجع ومسحة وراها بمناديل ورق او بورق يعني اللي هو الورق النشاف ده او ورق جرايد يعني، او بحتة قماش قطن زي ما قلت لكم قبل كده. الفانيلات بتبقى حلوة جدا اللي هي القطن 100% بتلمع الازاز بتخليه زي الفل. دي الكور بتاعتي العزيزة على قلبي جدا. التحفة اللي انا بمسحها دي كنت جايبها من هوم سنتر، بقالها كتير قوي، بقالها 6-7 سنين مثلا كده عندي، او سيتي ماكس تقريبا مش متذكره بالظبط يعني، بس كانت عموما من رمال مول اللي هو في شرق الرياض ده. وعلبه المناديل بقى من هوم سنتر انا متاكده. ندخل على الجنب التاني. الترابيزه دي اللي هي يعني بتبقى حلوه بتنفعنا يعني، بنحط عليها حاجه واحنا قاعدين. مسحت الدروع بتاعتي ورصتها. دلوقتي بقى الرف دوت هقوم مسحاه برضو يعني نلمعه بقى بالمناديل المبللة دي. يعني لو عندك مثلا فوطة مطبخ نظيفة مبلولة ومعصورة كويس زي ما عملت كده في رفوف ايكيا اللي عندي في الصالة اعمليها. طبعا مكنتش هعملها بالريشة واسيبها على كده يعني، لازم طبعا اشيل التراب ومسحه كويس جدا. ادي النخلة
نركبها كده ونصلح نظبط الكلام. دي فواحة على فكرة اللي قدامي دي، عايزة ابقى انزلها واوريكم شكلها. كنت جايبة الطقم ده كله من هوم سنتر، 2 فازة وفواحة كبيرة بس كده. وانا طبعا شغالة، كنت مشغلة اليوتيوب بتسلى، ف كان كل شوية يجيب اعلانات، فعارفين الصوت كان حاجة كده، حاجة بتسليني وانا شغالة يعني، بس واحس ان في حد معايا يعني. المكنسة البنات اللي سألوني عليها وقالوا لي ايه رأيك فيها، طبعا ممتازة ما شاء الله. باناسونيك ياباني، في باناسونيك يا جماعة مكتوب عليها ياباني، وهي يعني ياباني تجميع صيني، والاتنين برضو باناسونيك، بس الياباني ياباني بتكون اغلى شوية، بتكون اغلى ايه 100-150 ريال في الحدود دي. طبعا بقالها عندي ما شاء الله كذا سنة، ومن جمالها جبت واحدة لمصر، يعني انا خدت بتاعتي وديتها مصر، ولما رجعت جبت واحدة تاني حلوة جدا يعني. اللي حابين يجيبوا مكنسة حاجة كده خفيفة دي حلوة قوي. بالنسبة بقى للمكانس بتاعت غسيل السجاد والكنب، برضو هنبقى نتكلم عنها في فيديو مستقل يعني، عشان ما نتشتتش دلوقتي واحنا شغالين. عايزة اقول لكم الترابيزة دي تقيلة جدا جدا جدا، من تحت خشب جامد وداخل فيها الستانلس ده، والازاز بتاعها تقيل قوي. الجنب بقى بتاع الشاشة ده الركن بتاع ترابيزة التلفزيون، واللي هو المسرح المنزلي ده، كل الاجهزة اللي محطوطة دي، فيه 2 ريسيفر، وفي اللي هو شكل الريسيفر ده بيبقى بتاع الكاميرا، كاميرا المراقبة اللي محطوطة برة، وفي جهاز كمان اللي هو بقى متخصص بتاع السماعات المسرح. بقوم مطلعهم كده بكل بساطة، امسح التراب اللي عليهم اتشال بسرعة جدا. برضو بستعمل المناديل المبللة، هي الكهرباء مفصولة مبدئيا، لو الكهرباء واصلة وانا بستخدم المناديل المبللة اكيد هتكهرب يعني، فخلي بالك. خلصت حبايب قلبي، انا عن نفسي خلصت. انت بقى اتشجعتي ولا ايه نظامك يعني؟ ولا ممكن اشقلب لك المجلس يعني لو عايزة يعني، ممكن اشقلبه لك كمان مرة لو تحبي، ما عنديش اي مشكلة يعني. المهم يكون الفيديو ده حمسك عشان تقومي كده تتنشطي وتشتغلي وتشوفي وراكي ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا المجلس زي ما انتم شايفين اهو، بعد ما رتبته انتم عارفين انا كنت منظفاه تنظيف عميق قبل ما اسافر، بس لما رجعت والشنط بقى كانت مفتحه، كنا عاملين الشنط عباره عن دواليب بناخد منها حاجاتنا، غير ان جوزي يعني ربنا يديله يا رب الصحه والعافيه، لما كان جايب حاجات وهياخدها معاه وهو نازل لنا، عارفين اللي هو بيفتح كل حاجه من التغليف بتاعها وعمال يحدف يمين وشمال بقى وكده يعني. قلت له بصراحه انا حاسه ان انت كنت مستمتع جدا باللعبه يعني، فانت كنت بتنتقم ولا ايه يعني؟ انت خلاص انا مش موجوده، فيلا بقى نحدف يمين وشمال. قال لي كنت مستمتع وانا بمسك كده الحاجه وارمي كده يمين وشمال، واللي هو ايه عشان لما تيجي بقى تتفاجئي بقى. فطبعا مفاجاته الجميله بتعجبني جدا جدا جدا. اشوفكم الفيديو اللي جاي بقى على خير. الناس اللي لسه ما اشتركوش معايا في القناة، ارجو ان انتوا تشتركوا وتفعلوا الاشعارات، علشان في فيديوهات جاية كتير حلوة جدا جدا، ولما تفعلوا الاشعارات اكيد لما نزل فيديو جديد تليفوناتكم هتلعلط تلعلط 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 وحاجات كتير يعني. يلا حبايب قلبي، ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية احلى واحلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي مجلسنا المتواضع، طبعا فرق شاسع بين الفوضى اللي كان فيها قبل وبعد، يا ربي لك الحمد. هل يستاهل لايك؟ هسيب لكم انتوا الرأي. دي كاميرا المراقبة الشاشة بتاعتها، وادي الدروع بتاعتنا هنا. باي باي.